السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نقطة لازم ناخد بالنا منها واحنا بنعمل رندر، سواء بنعمل رندر داخلي او خارجي، وهي ان انا ممكن اكون بعمل رندر للغرفة ديت، تمام، بس هو بيعمل رندر، بيعمل حسابات الرندر في كل الغرف التانية، فده بياخد وقت كتير جدا. يعني بيبدأ يشوف اللايتنج هنا واللايتنج هنا واللايتنج هنا، بينما ممكن يكون انا مدي ظهر لكل الحاجات ديت ومش محتاجها، يعني مش هتأثر معايا كتير، تمام. يعني انا لو جيت هنا مثلا وقلت له انا عايز كاميرا من هنا لهنا، تمام، فهو بيعمل الرندر، مش بياخد بس اللايتنج اللي هنا، لا ده بياخد اللايتنج بتاع المكان كله، تمام. فعشان اتحكم في حاجه زي كده ممكن ابدا اقسم اللايتنج ده لجروبس، تمام. ازاي بقى؟ يعني انا لما بعمل سيلكت على اللايت دوت، بيبدأ يظهر لي هنا لايت جروب، ببدأ اقول له سمي لي ده مثلا، اعمل لي جروب جديدة، السمي ده كيتشن جروب، تمام. وممكن اعمل جروب تاني مثلا للكوريدور، واعمل حاجة تانية مثلا للليفينج روم. يبقى انا عندي جروبات دلوقتي، اقدر احط كل مجموعة في جروب. ممكن اعمل سيلكت للاتنين دول مثلا اهم، واحطهم هنا دول مثلا في الكيتشنج لايت. بيقول انت عايز تحطهم؟ اقول له طبعا، يعني تمام. وممكن اجي بقى هنا في السيلينج، اختار بعض اللايتنج واحطهم في الغرفة بتاعتهم. يعني لو هي كوردور حطها في كوردور، لو هي الليفنج روم حطها في الليفنج روم، تمام. فدلوقتي وانا بعمل ريندر اقدر احدد ايه اللي انا محتاجه بالظبط. حتى لو انت بتعمل مشهد خارجي مش لازم كل الغرف تكون قايدة فوق نفس الوقت. فانا هاجي هنا في الريندر والاقي هنا ده هنا الصن بس، فعشان كده بيظهر لي الانارة. فهقول له انا عايز اللايت، ممكن تقول له بقى انا مش عايز الكوريدور ولا عايز الليفنج روم، انا عايز بس اللي تعمل له رندر من الاضاءه هو الكيتشن لايت، تمام. دول بقى بتشوف دول موجودين في انهي غرفه، تبدا تحطهم في الجروب بتاعتهم. لو انت مش محتاجهم بتقول له لا انا مش محتاجهم، فده يوفر لك وقت في عمل الرندر، ما يضيعهاش في حاجه ملهاش لازمه، تمام. وبعد كده تقول له السيتنج بتاعتك مثلا خليها ميديم او هاي، وبعد كده تقول له رندر. فيبدأ يعمل رندر للإنارة اللي هنا بس، وما يخش في حسابه بقية اللايت أو الإنارة في بقية الغرف.